مبروك، تتقال لنا ان شاء الله ان شاء الله في اخر السنه لما يبقى لنا واخدين البطوله ان شاء الله. فاحنا الهدف بتاعنا مش ان احنا نكسب ماتش والتاني والتالت، انا هدفنا ان احنا نرجع بطوله فاقدينها السنه اللي فاتت، فدي احنا يعني سلمه، تعتبر سلمه، انما يعني مبروك في الاخر خالص ان شاء الله. واحنا بنحاول نعمل مجموعه من اللاعبين مميزين فنيا وتكتيكيا وبدنيا، وكل مباراه الحمد لله بيزيدوا. حته الناحيه الدفاعيه اللي بتقول عليها عدد الاهداف قليله، دي احنا بنتمنى ان الكلام ده يكون لاخر السنه ان شاء الله. الموضوع مش ان عندنا ناس مميزه في الناحيه الدفاعيه، احنا سيستم ونظام وتقفيل بطريقه معينه بنشتغل بيها، وكل اللعيبه بتادي، ويعني الحمد لله يعني اللعيب بيطلع واللعيب التاني بينزل مكانه بيادي نفس الدور وبيادي نفس الشغل. احنا الحمد لله كل ماتش بيخلص زي ما بنقول كده متعودين ان اخر اليوم خلاص الصفحه بتتقفل وبنبتدي نعمل اداء. يعني احنا عندنا ماتش ودي بكره، الناس اللي ما لعبتش او خدت جزء من المباراه بتاخد جرعه قريبه من الماتش الرسمي، وعشان يبقى عندنا ناس جاهزه كتير. البطوله كبيره والاصابات والانذارات والحاجات دي ممكن تبقى مؤثره لو اعتمدت على عدد قليل من اللعيبه. مش عايزين ننسى كابتن ميدو ماهر، محمد ماهر وكابتن بهاء، احنا طبعا جهاز وكابتن شريف اداري، بس انا بتكلم على بتوع الشغل الفني والتدريب يعني. فاحنا شخصيه واحده، وبالنسبه لي انا اول يوم قعدت فيه مع الجهاز ومع اللعيبه قلت لهم كابتن شريف فضيل مدير فني وانا كمان مدير فني، فكله بيشتغل زي بعضه، كله بيشتغل زي بعضه، وانا بالنسبه لي ما عنديش مشكله. اهم حاجه الفرقه تشتغل واللعيبه تكسب وتاخد خبرات. لا عندنا ماتش. لا لا لا، فالحمد لله الحمد لله. مبروك يا كابتن محمد وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. ربنا يكرمك. معاك يا كابتن شريف. بقى اقول لك كابتن شريف، كابتن محمد قال كلام كتير، وحاله الحب اللي انا بقول عليها وما بين اللاعبين. هقاطعك طبعا، انا بشكر الكابتن محمد سعد، راجل ليه تاريخ كبير. انت لو شفت السي في بتاع الكابتن محمد سعد هتلاقي ما شاء الله تاريخ، اذا كان في لعبه في النادي الاهلي وكمان تجربته التدريبيه مع منتخب مصر. فالحمد لله احنا كلنا يعني الحمد لله انا اتحطيت مع الراجل ده، راجل محترم وبنتعلم منه كتير، والحمد لله جدا، وراجل مخلص بصراحه، اول واحد بيجي التمرين واخر واحد بيمشي من التمرين. ومعنا كابتن ميدو وكابتن بهاء وكابتن شريف الاداري وكابتن طه المعد البدني، مش عايز انسى حد من الناس كلها. والله ما باخد، انا كل يوم موجود هنا. طبعا انا ساكن بعيد شويه، بس هو ده يعني ده شغلنا وده سماتنا، وده النادي الاهلي علمنا الاخلاص والانتماء ازاي. لازم تتعب عشان تلاقي، لازم يبقى فيه اخلاص وحب، ولازم يبقى فيه تضحيه في حاجات كتير عشان تنجح. يمكن احنا كل شغلنا انا وكابتن سعد وكابتن ميدو بنشتغل دايما على التنظيم، ازاي ابقى منظم. يمكن احنا شفنا المشاكل اللي واجهت الفريق قبل كده، كان في قصور في حتت معينه في التكتيك، في اسلوب اللعب، في التنظيم جوه الملعب. الحمد لله قدرنا نطور اللعيبه ونعمل لهم تخصصات كتيره. يعني شغل كتير بيحطه كابتن محمد سعد وبحط انا وكابتن ميدو، بنشتغل مع بعض كلنا مجموعه واحده الحمد لله. يمكن كلنا في حاله حب موجوده وفي حاله ود، الحمد لله في تفاهم موجود في كل حاجه. كل الشغل ده الحمد لله الفتره اللي فاتت بيعود علينا واحده واحده. يمكن اللعيبه الحمد لله بدات تستجيب لاسلوب لعبنا وطريقتنا في اللعب الحمد لله. يمكن ده كله باين في الملعب الحمد لله. اللعيبه بدات تفهم احنا عايزين ايه، اللعيبه بقيت اوصل لها فكر كبير، فكر جديد الحمد لله بداوا يستوعبوا ده. شغل التخصص على طول، يمكن كابتن سعد ياخد مجموعه تخصص وانا اخد مجموعه تخصص، الولاد الحمد لله في تطوير في ادائهم. وانا برضو عايز اشكر اللعيبه كلها اللي موجوده، اللعيبه بصراحه اللعيبة دي اتحملت كتير، لأن اللعيبة دي اتقال عليها كلام كتير قبل كده. أنا مش عايز أقول مش كويس، بس لا، لعيبة النادي الأهلي 2003 لعيبة كويسة جدا، لعيبة ممتازة، وإن شاء الله الفريق الأول بإذن الله هنطلعهم مجموعة لعيبة كويسة إن شاء الله تساهم بإذن الله مع الفريق الأول يعني.